بدفعة جديدة من المواد الغذائية يستمر نهر الخير في تدفقه نحو الأسر الأولى بالرعاية من خلال المبادرة الرئاسية كتف في كتف، حيث يقوم التحالف الوطني على تنفيذها بأذرعه الخيرية والتنموية كمؤسسة الصديقية الخيرية التي تقوم بتسليم الأسر نصيبهم من المواد الغذائية بمنطقة بشتيل البلد التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة. النهاردة توزيع 400 شنطة، كل شنطة تقريبا 12 كيلو، فيها الاحتياجات اللي ممكن كل بيت يحتاجها: رز، زيت، سكر، صلصة، مكرونة، شاي، ملح. يعني بنحاول نقدر يعني نوفي أهالينا والدولة جزء من خيرها علينا. انطلاقا من مبادرة كتف بكتف والتحالف والمؤسسة الصديقية، بتقوم النهاردة بدور ألا وهو مساعدة الناس الأكثر احتياجا على مدار السنة، شغالين مش النهاردة بس. الدعم الغذائي في الموسم الرمضاني المبارك من أهم أهداف التحالف الوطني الذي يحرص على دعم المواطنين غذائيا بمبادرات عدة وأكبرها كتف في كتف لتوفير احتياجات أساسية لا غنى عنها في كل بيت. ربنا يبارك لنا في سيادة الرئيس يا رب، وما يحرمنا منه يا رب، ونفسي أشوفه والله واشكره والله على الحاجه اللي هو جايبها والخير اللي هو عامله. الحاجات اللي بتتوزع دي ربنا يبارك لكم ويديكم صحتكم. 300 ألف متطوع يجوبون محافظات مصر منذ انطلاق المبادرة الرئاسية كتف في كتف، لتسير الجمعيات والمؤسسات الخيرية على خط واحد يرسمه التحالف الوطني لدعم ملايين الأسر بمواد غذائية تمثل ركنا أساسيا على مائدة المصريين في شهر رمضان الكريم.